السكة قال ساتك شفاء عورتي قال كشف العورة في الخلاء في المذهب الفلاني جائز بمعنى السارق ويعرف كل المذاهب. هناك من أباح شرب الخمر، هناك من أباح الزنا للشاب غير المحصن، هناك ولكن إذا شربت الخمر اتباعا لهذا وزنيت اتباعا لهذا إذا تتبعت رخص كل عالم اجتمع فيك الشر كله. إذا تتبعت رخص كل عالم سيجتمع فيك الشر كله، فتكون حنفيا في هذا الموضوع ومالكيا في هذا الموضوع وواحد إلى آخره. دكتور عبد الرحيم العطري، أستاذ علم الاجتماع بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس، نحن هنا للمشاركة في النسخة الثانية من الملتقى الجهوي للشراكة التربوية الذي تنظمه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بقيادة الأستاذة المحترمة جيدة لبيك السيدة المديرة. نحن هنا أساسا لنتواصل مع أحبتنا في قطاع التربية والتكوين لكي نتواصل معهم في إطار دورة تكوينية تنفتح على التواصل التربوي، تنفتح على الصناعات الثقافية، على البحث التربوي التدخلي وعلى آليات البحث السوسيولوجي. طبعا هناك أكثر من مبرر يدعو إلى الدخول في هذه الشراكة التربوية وللدخول في هذه الدورات التكوينية. تعلمون جيدا يعني، وشكر لكم يعني في داخل 24، شكر لكم على انتصاركم لقطاع التربية والتكوين وعلى مجهودكم الرائع في إطار هذه الصحافة الإلكترونية المتنورة والإيجابية. تعلمون جيدا بأن قطاع التربية والتكوين يعيش اليوم قلقا تربويا كبيرا، وأن هناك أسئلة كبيرة تستوجب بالكثير من المقاربات والكثير من القراءات. أعتقد أنه اليوم لا يمكن أن نواجه أسئلة الواقع التربوي إلا بمزيد من التكوين وتطوير الكفاءات. لا يمكن اليوم أن نتعامل مع تلاميذنا ومع أساتذتنا ومع وسطنا التربوي ومحيطنا السوسيوثقافي إلا بأن نتوفر على مهارات وعلى كفايات تربوية وتدبيرية عالية، وأن نكون متمكنين من قراءة الوسط الذي نتعامل معه. ولهذا فهذا الدور تستهدف بالأساس تطوير الكفاءات والمهارات والقدرات والإمكانيات التربوية والتدبيرية لأطر التربية والتكوين، سواء في إطار مناصب إدارية أو في إطار مهام تربوية بيداغوجية مباشرة. يؤطر أيضا هذه الدورة أساتذة من جامعة سيدي محمد بن عبد الله، ومعي سيد مستشار سيد رئيس الجامعة وهو الدكتور جمال بوطيب المعروف بكفاءاته التربوية، والذي أشرف في هذا الصباح على دورة تكوينية في التواصل التربوي، وأساسا بانتباه لأهمية التواصلات الغير لفظية التي تحسم في كثير من الأحيان نتيجة ومآل التواصل. إذن نحن هنا من أجل أن نسهم بقدر متواضع في إثارة الانتباه إلى أهمية قطاع التربية والتكوين، وإلى أن النجاح في مشاريع التنمية الإنسانية والمستدامة لا يكون إلا بالاستثمار في التكوين وفي تأهيل الموارد البشرية. جمال بطيب، أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، أحضر هذه الدورة التكوينية التي تنظم في إطار الملتقى الجهوي الثاني الخاص بالشراكة التربوية من أجل تأطير دورة في التواصل التربوي والصناعات الثقافية. والهدف من هذه الدورة هو التركيز على التواصل التربوي، وأساسا التواصل التربوي غير اللفظي، للتنبيه إلى بعض مكامن الضعف التي قد تكون عندنا في تواصلنا التربوي مع الفاعلين في مجال التربية، بالإضافة إلى الحديث عن الصناعة الثقافية وما الذي يمكن أن تقوم به الأكاديميات الجهوية على مستوى الصناعة الثقافية في المغرب من أجل تطوير هذه الصناعة وإلحاقها بمختلف المكونات الصناعية بالوطن. فاطمة قصداري، مديرة مدرسة تورطة. هذا الملتقى الجهوي الثاني للشراكة التربوية الذي تقوم به الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين كعادة وتقليد لمجموعة من التكوينات التي ترمي بها الرفع من مستوى الإدارة التربوية وأطر التعليم في مجال التواصل، واستدعت لذلك خبراء وطنيين الذين يقومون بتأهيل العنصر البشري داخل الجهة، وذلك للتنمية ولخلق قدرات إضافية لهيئة الإدارة التربوية والأطر العاملين داخل الجهة، سواء كانوا مدراء مؤسسات تربوية
أو عاملين بالمديرية الإقليمية أو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. نشكر كل من ساهم من قريب أو من بعيد على هذا التكوين، ونتمنى الاستمرارية والتوفيق للجميع. طبعاً الحال نحضر هذه الدورة التكوينية التي تدخل في إطار انفتاح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الضخرة والذهب والمديرية الإقليمية لوادي الذهب على المحيط الخارجي وخاصة على الجامعات وعلى التعليم العالي. هذه الدورة التكوينية بطبيعة الحال محورها هو دور التواصل التربوي وترسيخه كسلوك في إطار التدبير الإداري والتربوي للمؤسسة أو للشأن التربوي بالمؤسسة التعليمية. بطبيعة الحال لا يخفى على أحد أهمية هذا المحور، وهو محور التواصل باعتباره استراتيجية وآلية أساسية في تدبير الشأن التربوي داخل كل مؤسسة تعليمية.